الاثنين اللي فاتوا تمام كده ابتديت. تمام يا شباب، يبقى احنا عندنا السلويتس المين كوست الاورجانيزم هو الاستريبت. ليه الاستريبت؟ لان الاستريبت بيطلع حاجه اسمها الستريبتوكاينيز، والستريبتوكاينيز ده بيمنع الوولينج او بيمنع الليميتيشن للسبريد بتاع الانفكشن. عشان كده السلولايتس دايما بتبقى سبريدنج انفكشن، وهي المهم قصه الاورجانيزم الستريبتوكوكاي. طبعا انا عندي في السلولايتس مفيش ابسس اتكون، وبالتالي التريتمنت الاساسي هل هيبقى انسجن ودرينج؟ لا، لان انا ما عنديش باص اتكون، الا لو في اريا ابتدى يحصل فيها لوكالايز انفكشن، يعني لقينا في باص ابتدى يتجمع سبكتينس، ساعتها محتاجه اعمل دريلج. انما المين تريتمنت في السيلويتس هو الانتي بايوتيك. تمام؟ يبقى المين تريتمنت في السيلويتس هو الانتي بايوتيك، بينما التريتمنت في الاكوت ابسس هو السجن بدرينج. الارسبيلس ده هو حاجه زي السيلويتس، برضه بيبقى ديفيوز انفكشن، بيأفكت السوبرفيشال ديرمال لاير والسبكتينس. اهم حاجه تفرق الارسيبيلس من السليولايتس الكلمه دي ويل ديماركيتد. تمام، يبقى لو جه سؤال which of the following is well demarcated، الارسيبيلس ولا السليولايتس؟ لا، الارسيبيلس هي اللي ايه، الارسيبيلس هي اللي ويل ديماركيتد. يعني ايه ويل ديماركيتد؟ يعني انت تيجي عند الاتش بتاع الاريا اللي فيها ريدنس، تلاقي تقدر تحدد الفرق ما بين النورمال سكيل والابنورمال سكيل بالظبط، اكزاكتلي فين في اي نقطه بالظبط. انما في السيلولايتس لا، بتحس ان انت مش قادر توصل، يعني في جري زون كده ما بين الريدنس وما بين النورمال سكان. التريتمنت برضو بتاع الارسبيلس هو الانتي بايوتيك زي السيلولايتس بالظبط. شايفين ده، يعني ده سيلولايتس انت مش قادر تحدد الفرق ما بين السكان والنورمال سكان والابنورمال سكان، او المكان اللي فيه سيلولايتس والمكان لا. بينما في الارسبيلس لا، انت عندك الديماركيشن واضح جدا ما بين الاريا اللي فيها ريدنس وما بين النورمال سكان. الكربانكل، عارفين الفرانكل اللي احنا اتكلمنا عليها، ان قلنا بيبقى ابسس بيحصل في الهير فوليكل. الكربانكل عباره عن مالتيبل فرانكلز كونه، بس الفكره بقى في ايه؟ ان انا الفرانكلز دي بقت كونكتد ببعض بسبكوتينيوس ساينس. يعني الكربانكل عباره عن مالتيبل ابسيسيز او مالتيبل فرانكلز وكونكتد ببعض بمالتيبل ساينس. طيب ده بيحصل فين؟ بيحصل في الناب، يعني في القفا بتاع العيانين اللي هم بيبقى عندهم اكتر دايبيتك. عشان هم بقى مالتيبل وبيبقوا كونكتد ببعض، في احيان كتير قوي الانسجن والدرينج ما بينفعش، وبالتالي بضطر اعمل ايه؟ بضطر ان انا اعمل حاجه اسمها كروشيت انسجن. يعني ايه كروشيت انسجن؟ انا الابسس العادي انا بفتحه بس فتحه لونجتيودنال او ترانسفيرس، وات ايفر، واضح؟ طيب ليه؟ لان هو يعني حتى لو هو مالتيبل كافيتيز هم في الاخر فاتحين وبوينتد في مكان واحد بس. لا، انا عند الكربانكل لهم كذا بوينت في كذا مكان مختلف، فانا باجي في السنتر بتاعهم وافتح حاجه اسمها كريشيت انسيجن، واجي اعمل اشيل جزء من السكين اللي انا فتحته. ليه؟ عشان تبقى الاريا دي كلها ويل درينت، مش بس الابسس، لا ده الساينس اللي ما بين الابسس الاخرى تبقى درين، ويبقى انا عملت كومبليت درينج لكل الابسيسيزز بما فيها الساينسز اللي كونكتنج. زي ادي واحد اهو، ده دايبيتك وعنده البانجل موجوده في الناب. بنلاقي عندي ادي بوينت وادي بوينت، تبقى مالتيبل بوينت وكلهم كونكتد سبكوتينيوس في مالتيبل سايت. الوند انفكشن، السؤال بتاع الريسك فاكتور بتاع الوند انفكشن ده مهم جدا. ماشي، عندنا في سيستميك فاكتورز اللي هو هتلاقيها مكرره، زي التايبس بتاع الحاجات اللي كانت الفاكتورز بتأفكت الوند هيلينج نفسها، برضو هتلاقي زيها تقريبا، هي بيبقى سبب الوند انفكشن. العيان الاكستريمز بتاع الايدج بالذات الاولد ايدج، المال نوتريشن، عيان هايبو فوليميا، عيان عنده بريفيتيشن في الدايبيتك الاوبيزيتي، يبقى كل دي سيستميك فاكتور. الحاجات في بقى مشاكل بتبقى في الوند نفسها بتأفكت الوند هيلينج او بتديلي الوند هيلينج. زي ايه؟ لو انا دلوقتي عندي لاسريتد ووند والتيشو بتاعته مش فايبل، هل لما انا اجي اقفلها هل اتوقع ان يحصل ووند انفكشن ولا لا؟ هيحصل ووند انفكشن، لان انا في ديد تيشو وفي نكروتيك تيشو وانا قافله جوه الجرح، لازم اعمل ديبرايدمنت، يعني لازم اشيل كل الديد والنكروتيك تيشو قبل ما اقفل ايه الووند ده. عندي بعد كده الووند الحاجه الثانيه، البورد سكين بريباريشن، يعني واحد داخل يعمل عمليه فكان فيها شعر كتير، لازم اعمل شيفنج قبل ما ادخل العيان عمليه. ليه؟ عشان لو عملت شيفنج او انا شلت الشعر ده وانا شغال في الاوبرتيف فيلد، الشعر ده يبتدي او الهيد ده يبتدي ينزل جوه الجرح ويعمل لي ووند افكت.
الحاجه الثانيه في حاجه تبقى يعني العيان ده مثلا عنده تونسولايتس، وانا داخل اعمل له عمليه مثلا هيرنيا مثلا، لا متوقع ان ممكن يحصل وند انفكشن. ليه؟ لان التونسولايتس ده سيبتك فوكس، العيان اللي دخل يعمل عمليه ده ستريس فور بروسيدور. فساعات كتير قوي العيان يحصل معاهم ان الامنيات تقل، وبالتالي يحصل سبريد اوف انفكشن او بكتيريميا. البكتيريميا دي او السبتسيميا هتخلي البكتيريا اللي موجوده في الدم تروح تبقى بريسبيتيتد في المكان اللي فيه الورم. بالتالي لو انا بعمل عمليه الكتيف، ما ينفعش العيان ده يبقى عنده ما يبقاش فيبرش، وما يبقاش عنده يو تي اي، ما يبقاش عنده كونتراكتس، لازم العيان يبقى داخل فيبر فري. طيب دكتور، هو بالنسبة للشيفينج لو كان قال لي ان هو عملها له لاست نايت تبقى صح ولا غلط؟ اعمل الشيفنج يعني الليله اللي هي الليلة عامل اللي قبل العمليه مثلا، الجراحة يمشي مش مشكله. تمشي؟ تمام، شكرا. اهم حاجه ما تجيش مثلا، يعني ما ينفعش مثلا الواحد بعد ما انا فتحت الجرح اقوم اعمل له شيفنج، ما ينفعش يعني. بعد كده عندي خلي بالكم بقى، لو عيان فرضا عيان مثلا عنده ووند في السكالب واتفتح في الشارع خلاص، وانا جيت اخيطه، ينفع اعمل شيفنج والووند مفتوح؟ لا ما ينفعش اعمل شيفنج، لان لو عملت شيفنج الشعر ده هينزل كله جوه الجرح، مش هقدر انضفه بسهوله جدا. فحاول ان انا اعمل ديبريدمنت بالتيشو واغسل بصلاين واطلع كل الهير اللي موجود او اي حاجه من غير ما اعمل شيفنج عشان ما انزلش الشعر جوه الجرح. طيب في حاجات بقى بتسبب الوند انفكشن بتبقى موجوده بسبب العمليه، زي ايه؟ واحد عنده العمليه اللي هي طويله، طولت اكتر من ساعتين، واحد عنده ودي بتبقى سبب بقى في الجراح ان الهاندلنج بتاع التشو ما كانش قد كده. واحد عنده بفريتد ابندس، يعني عنده ابندسايتس، التهاب الزايده، وابتدى حصل رابشر الزايده دي عملت بروتونايتس. انا لما افتح السكين الباص ده هيطلع على السكين وبالتالي هيعمل لي وند انفكشن خلاص. فواحد عنده دايفرتيكولايتس ورابشر وعمل بروتونايتس فتحته، نفس القصه، هيبتدي يطلع باص على الوند، ومهما عمل هيبتدي يحصل وند انفكشن. طب هتجنب الموضوع ده ازاي؟ انا عارف اكيد 100% ان هيحصل ووند انفكشن، يبقى انا في التقفيل بتاعي او ان انا في الووند كلوجر لازم اشوف اسيب وايد سبيسز عشان اي انفكشن او باص يتكون يطلع من ما بين الاستيتش. طبعا لازم اعمل كفرج كويس بايه؟ بانتي بايوتيك. طبعا لو عين حصل له حادثه او تروما في الشارع او كان في مكان فيه انفكشن او يعني بوتنشالي فيه انفكشن، اكيد ممكن تشوف المنظر ده. ده عيان كان تروما وحصل له سفير ابريجن، وادي في جزء من السكين لوست وكان في الشارع فحصل سيفير ووند انفكشن. فالسايت بتاع الووند حصل فين هيفرق، غير لما يكون عيان كلين اوبريشن اتفتح انتر ابر. السيرجيكال سايت انفكشن معناه ده ان ووند انفكشن حصل في مكان اجراء عمليه، ما ينطبق على الووند انفكشن ينطبق على السيرجيكال ووند انفكشن. دكتور معلش، هو السلولايتس والتاني الصورة بتاعتهم مش معكوسة؟ الارسبيلس لا ارجع لهم تاني معلش، ده الارسبيلس. بص ومش المفروض يا دكتور يبقى فيه يعني سكين سليم يعني في النص ما بين ال لا 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 انت فهمتها. بص على المكان اللي فيه ريدنس تمام، بص على النورمال سكين، في خط واضح صريح يعني، في يعني انت بص في خط واضح جدا، يعني انت الملي ده انت تقدر تقول الملي ده او السنت ده نورمال سكين، تخش على السنت اللي جنبيه ده لا ده فيه ريدنس، يبقى ده اسمه ايه؟ ويل ديماركيتد. ماشي طب تعالى بقى والصورة الثانية؟ بص بقى السيلولايت ده ريدنس تمام، فين النورمال سكين؟ لا في جري زون. بص للشمال بص اقول لك على حاجه، بص كده ده النورمال، ده اللي فيه ريدنس. طب المكان ده لا بين البنين، يعني يمشي نورمال سكين يمشي ريدنس، المكان ده بعدت خالص اهو ده يشبه شويه نورمال سكين، واضح؟ انما هناك انت في لاين بالظبط، انت عند خط ونقطه واضحه تقدر تقول ده، يعني ده مين اللي ورد ماركيتد فيهم، ده ولا ده؟ الارسبيلس طبعا ده ماركيتد، في فرق واضح قوي ما بين النورمال سكين وما بين الريدنس. تمام يا دكتور. دكتور يعني السيلولايتس بيبقى فيه areas من normal skin between ال wound نفسه؟ الشرط انا الحاجه الاساسيه ان يبقى عندي ويل ديماركيشن ما بين الريدنس وما بين النورمال سكين، ده الفرق الجوهري اللي ما بينهم. شكرا.
طيب ايه الانفستيشن اللي انا بعملها للسيرجيكال ووند انفكشن او اللي هو ووند انفكشن؟ ان انا بعمل سي بي سي، هلاقي ليوكوسايتوزس، واعمل حاجه اسمها ووند كلتشر وسنسيتيفيتي عشان اشوف نوع البكتيريا اللي موجود ايه، وهل هي وهي سنسيتيف لاي نوع من الانتي بايوتيك. التريتمنت ان انت تطلع البروتوزن فاكتور وتدي انتي بايوتيك والسكين بريبريشن قبل العمليه. ان الجراح يبقى يعمل ويد هاندلنج للتشو، ما يشوفش اي ديفايتلايزد ستراكشر، ويبقى في الايدجز بتاع السكين تبقى ويل فاسكولارايز. البروفلاكتيك انتي بايوتيك ده مهم ان احنا بنديها قبل السكين انسجن. لو الوند انفكشن بقى حصل، ان احنا نعمل بقى انتي بايوتيك وندرين الابسس ده او ندرين الوند بحيث اي كوليكشن يتشال، ولو كان في اي ديد تيشو نعمل له ايه سيرجيكال ديبلويدمنت. البكتيريميا والسبتسيميا بقى الحاجات دي برضو بتاعه البكتيريولوجي. الجهاز نخش بعد كده على طيب في كم نقطه كده اسمها اللي هي الهاند انفكشن. طيب الهاند انفكشن الحاجه اللي احنا بنحطها في الاعتبار ان احنا محتاجين ويل يعني ويل تريتمنت، ان احنا محتاجين انترفنشن سريع وبدري بالذات في الهاند انفكشن. طب ليه الهاند انفكشن حطيناها لوحدها ما حطيناش مبيعات الانفكشن؟ لان الهاند دي تمثل الفانكشن، يعني كل واحد فينا لو هو يعني ربنا يعافينا يا جماعه عنده اي مشكله في الهاند هتلاقي حياته كلها اتعطلت. هياكل ازاي، يشرب ازاي، يكتب ازاي، يشتغل ازاي، كل الكرافتس كل الحاجات بتتعمل بالهاند. يعني ايه لو واحد حصل له تروما وجات عنده مشكله كبيره، او ده مثلا كان حصل له تروما. انما يعني اللي مش مقبول بقى قوي ان عيان يبقى عنده هاند انفكشن وتعمل له هاند كامل بعد كده بسبب الباد مانجمنت. فعشان كده العيان اللي عنده انفكشن في الهاند لازم يبقى تريتد كويس، عشان يبقى ايرلي قبل ما يبتدي يحصل بقى ايه سينوفايتس وديسبريت انفكشن وكونتراكشن وكل المشاكل بتاع الوند هيلينج والانفكشن بتاع الاكسس فورميشن. طيب عندنا بقى كام ترمينولوجي كده. البارونيكيا معناها ان في ابسس او انفلاميشن تحت النيل، ماشي. السبكوتيكولر والسبكوتينيوس ويتلو اللي هو في الايدجز بتاع النيل. البلب سبيس انفكشن ده انفكشن بيحصل فين؟ في الديستال فالينكس. البلب سبيس انفكشن ده بيحصل فين؟ بيحصل في الديستال فالينكس. الويب سبيس انفكشن بيحصل ما بين الفينجر وبعضها عند الهيد بتاع الميتا كارب. عندنا بقى في حاجه اسمها فيشال سبيس. عندنا الميد بالمر والسينر والهايبوسينر. السينر اللي هو بتاع البيك تو، والهايبوسينر بتاع الليتل تو، والميد بالمر اللي هو موجود في البالم في النص ما بينهم. يعني السبيس بتاع البارونا ده اكستنشن من الميد بالمر سبيس، بيبقى داخل عند الديستال فور ارم. سيرينال شيت بقى انفكشن البارونا بيكون يا دكتور معلش بيبقى اكستنشن من البالمر من ميد بالمر سبيس. تمام ماشي. عارفين الكاربال تانل؟ الكاربال تانل موجود عند الريست، في اكستنشن من ميد بالمر سبيس ده ممكن يكستند في المكان ده، فده اسمه سبيس اوف بالون. الساينوفلا شيت ممكن يحصل فيه انفكشن. لو حصل في الساينوفلا شيت بيبقى اسمه برسايتس، ولو حصل في التندون والشيس مع بعض بيبقى اسمه تينوساينوفايتس. انفكشن بتاع البوم بيبقى اوستومايلايتس. في بيحصل الاوستومايلايتس بيحصل اكتر طبعا في التشيلدرن، دول اشهر ناس بيحصل عندهم انفكشن. ولو في الجوينت بيبقى اسمه ارثرايتس. الجنرال برنسبل بتاع الهاند انفكشن ده ممكن يجي بالحاجات بتاع الشورت اي سي، مهم جدا. الجنرال برنسبل بتاع الهاند انفكشن هو الكومنس اورجانيزم اللي هو الستاف. الروت بتاع الانفكشن بيبقى ميلي ماينور انسجن او سوري ماينور انجري. يعني ايه ماينور انجري؟ تسمعوا كتير قوي واحد يقول لك انا كان في ودنه شلتها حصل لي ابس، صح؟ الودنه اللي اتشالت دي مش تعتبر ده ماينور انجري؟ خلاص ضف كان حد شده بقوه شويه، فكل دي بتبقى حاجات ماينور انجري تعمل لنا افكت. خلي بالك الانفكشن دي لازم تبقى ترند بسرعه، عشان في بقى هقول لك على حاجه دلوقتي مهمه. البلبس سبيس انفكشن من الحاجات المهمه. يعني واخدين بالكم الرسمه دي؟ ده الديستال فالينكس، تمام. الديستال فالينكس ده
عندنا الديستال بون ده جاي لها بلاد سبلاي منين؟ البلاد سبلاي بيبقى ماشي في البالمر سبيس الديستال ارم، بيعدي اول ما بيعدي الجوينت اللي هو الديستال جوينت ده، في جزء بيدي البروكسيمال فالينكس، والجزء بتاع الديستال فالينكس بيمشي في البالب ده او في الفايبرس تيشو عشان يدي الايه الديستال فالينكس. يبقى الديستال فالينكس دي لها كام بلاد سبلاي؟ واحد من عند البيز، واحد من النص. واضح؟ طيب لو انا دلوقتي الارتري اللي ماشي في السبيس اللي فيه الانفكشن ده، البالب سبيس انفكشن، البلاد سبلاي ده الارتري بتاعه ده كبير ولا ارتري صغير؟ ارتري صغير جدا، مع سيفير انفكشن ممكن يحصل فيه ثرومبوزس ويوقف البلاد سبلاي. طب البلاد سبلاي ده لما يوقف انهي جزء من البون دي هيبقى افكتد؟ الجزء الديستال ولا البروكسيمال؟ الديستال. بس ان الديستال فالينكس بيبقى لها بلاد سبلاي ماشي في جوه البالب سبيس، وبالتالي لما بيحصل سيفير انفكشن وانتر تنشن ابتدى يحصل ثرومبوزس في البلاد سبلاي، بالتالي يحصل اوستوميلايتس وريزوبشن للجزء بتاع الديستال بارت بتاع الديستال فالينكس. واضح؟ يبقى ايه اهميه الديستال البالب سبيس انفكشن؟ هي الكلمه اللي احنا قلناها دي. وبالتالي لما انا اجي اعمل درينج، النقطه المهمه بقى في الدرينج، شايفين المالتيبل سيبتا اللي موجوده دي؟ فاكرين الابسس لما قلت لكم ساعات كتير قوي يبقى مالتيبل كافيتيز واحنا عاوزين نحولهم لكافيتي واحد؟ نفس القصه، انا عندي مالتيبل سيبتا، وبالتالي ما يكفينيش بس السكن انسجن، لا لازم بعد ما اعمل سكن انسجن لازم اكسر كل السيبتا اللي موجوده دي عشان احولها وان سبيس، ما يكونش في جزء عملت له درينج وجزء موجود ما بين السيبتا ما حصلوش درينج. يبقى دول الكلمتين اللي احنا محتاجين نعرفهم في البولب سيس انفكشن. اول حاجه ليه الديستال فالنس بيحصل لها اوستوميلاس او ريزوبشن، وليه لما انا اجي افتح لازم افتح تراند يعني افتح تو انسجن واعمل ديستراكشن لكل السبته عشان السبته دي بتعمل كذا سبيس فلازم احولها في الاخر الى 1 سبيس. ادي الارت اللي هو المرسوم والدرينج مكان الدرينج. ده الويب سبيس انفكشن. الويب سبيس انفكشن اللي انا محتاج تعرفوه حاجه مهمه جدا. الويب سبيس انفكشن انا لما اجي ابص على العيان عنده ويب سبيس انفكشن اللي هو المكان اللي ما بين التو فينجرز دول، بلاقي حاجه مهمه بتحصل قوي. لو انا جيت بصيت على البارمال اسيد احس ان ما فيش اي انفلاميشن خالص. طب لو جيت بصيت على الدورسم بتاع الهاند الاقي ان في سيفير ايديما موجوده على الهاند، فانا ممكن لما الاقي في سيفير ايديما خلاص اقول لا ده مكان الابسس هنا، لا هو مكان الابسس مش هنا، هي نوع التيشو اللي موجود على الديستال على الدورسم بتاع الهاند في لوز اريال تيشو، بالتالي اي انفلاميشن حتى لو ماينور بيبتدي يعمل سيفير ايديما. بينما البلب بينما البالمر سبيس على اساس ان هو فيه تاف تيشو ما بيتاثرش بالايديما قوي، عشان كده البلب سبيس بيعمل ايديما على الدورسم بتاع الهاند. بينما الابسس الموست بوينتد بوينت فين يا شباب؟ اللي هي موجود عند الويب سبيس بالظبط، وبالتالي دي المكان اللي انا محتاج اعمل فيه الدرينج اللي هو ما بين التو ايه ما بين الفينجر. يبقى ده الهدف من الويب سبيس انفكشن ان هو بيعمل ايديما جامده على الدورسم بتاع الهاند. بينما السورس بتاع الانفكشن او الموست بوينتد بيبقى فين؟ بيبقى موجود في الويب سبيس، ولما اجي اعمل درينج اعمل من عند الويب سبيس وليس من الدورسم بتاع الهاند. الميد بالمر سبيس ده الهدف ان انا بيبقى عندي ساينوفال شيس موجود في المكان ده، بالتالي لما اجي افتح جزء في الـ في الـ في البالم يعني افتح جزء بروكسيمال وجزء ديستال عشان يبقى فيه درينج. الحاجه الثانيه بستعمل حاجه اسمها هيلتون ميثود. الهيلتون ميثود ان انا عندي فيه تندز كتير، لما اجي اعمل درينج الابسس وافتح اخش بالساينس فورسبس امشي بارلل للتندل وليس ترانسفيرس. ليه بارلل؟ عشان ما اعورش اي تندل. لو انا فتحت ترانسفيرس ممكن وانا بفتح اعمل ايه؟ اعمل انجل للتندل، عشان افويد الانجل للتندل افتح لونجيتودنال. دي حاجه اسمها هيلتون ميثود. هيلتون ميثود ببساطه تشمل اي انسجن بارلل للامبورتد ستراكشر. يبقى هيلتون ميثود معناها ايه؟ ان انا افتح اي انسجن بارلل للامبورتد ستراكشر عشان ما اعملش انجري، سواء بقى كان نيرف ارتري تندل وات ايفر يعني. لو عيان عنده بقى مالتيبل ابسيس لازم ابقى عارف ان انا عندي فيه سينر سبيس ابسيس، هايبو سينر، ميد بالمر، كل واحد فيهم كل كومبارت منهم مختلف عن الثاني، فلازم اعمل لهم ايه؟ مالتيبل انسجن. دي البرسايتس شايفين الانر برسا بتكستند بروكسيمال والراديال بتكستند والبتاع الفينجرز موجوده لوحدها وفي ميد بالمر سبيس موجود لوحده. ااا
التريسينفاتس والحاجات دي يعني مش من الحاجات المهمة أوي بالنسبة لنا في في الراحة والأنر بريساتس، كله كلام هتلاقيه مكرر فيها يعني. احنا بس عاوزين نخش على البرن. بص يا شباب، احنا لما نبص على البرن عشان في ناس كتير قوي بتلخبطوا في القصه دي، عندنا في حاجه اسمها ايبيديرمس وديرمس، تمام؟ عندنا في الايبيديرمس والديرمس، والديرمس ده الايبيديرمس المنطقه اللي هي البن الميل البسيط اللي فوق. عندنا بقى الديرمس موجود مقسوم لنصين، اول حاجه اسمها السوبرفيشال بارت والديب بارت. احنا عندنا الفيرست والسكند والثيرد ديجري برن بتقسم بناء على الثلاث طبقات دول، يعني الابيديرمس بس اللي افكتد ده الفيرست ديجري، السوبرفيشال بارت بتاع الديرمس ده سكند ديجري، الديب بارت بتاع الديرمس ده يبقى ثيرد ديجري. بعد كده نخش بقى على السبكوتينيوس اللي هو الايه الفورت ديجري. طيب سؤال كتير قوي يقول لك اني ديجري من البرن بتبقى بينلس، الفيرس ولا السكند ولا الثيرد؟ ثيرد ديجري. ثيرد ديجري. ثيرد ديجري يا دكتور. ليه؟ لان النيرف اندنج، النيرف اندنج بتاع البين السنسوري البين سنسيشن بتبقى موجوده في الديب لاير بتاع الديرمس اللي هو انا حرق، اللي هو الحرق بتاع الدرجه الثالثه. وبالتالي احنا دلوقتي لو في فيرست او سكند ديجري بين، لا النيرف اندنج دي شغاله كويس، فهتلاقي بين بينفو. لو وصلنا للثيرد ديجري بين هنلاقي ان البين ده بقى بيلس، يعني اضغط عليه كده ما لاقيش فيه بين. ليه؟ لان النيرف اندنج حصل لها ايه؟ ديستراكشن. طب انا احسن في البروجنوزز، السكند ولا الثيرد ديجري بين؟ السكند طبعا. ليه؟ لان انا عندي الدريمنت بتاع الهير فوليكل هيبتدي يطلع منها الابسيريال ويعمل لي ابسيريال لاين سكن، فبالتالي البروجنوزز طبعا هيبقى احسن في الفيرست والسكند ديجري. طيب احنا عندنا بنقسم البن قلنا اكوردنج تو اللي هو الديجري ده تبقى اكوردنج تو للديبس، ماشي؟ عندنا بقى بنقسم البن لمايلد ومودريت وماينور ومودريت وميجور على حسب السيرفيس اريا. يعني ايه سيرفيس اريا؟ اللي هو السطح بتاع السكن اللي حصل فيه بن. طب بنقسمها بناء على ايه؟ ازاي بنحسب السيرفيس اريا دي؟ في حاجه رفلي كده، حاجه اسمها رول اوف 9. يعني ايه رول اوف 9؟ من باب التسهيل احنا قسمنا الجزء بتاع الجسم بالذات في الادلت بيشنت، قلنا الابر ليمب لو كل الابر ليمب في بير سيركمفرنشال ده ما يدور ده هياخد كام في الميه؟ 9%. طيب الابر ليمب الثاني 9%، طب اللور ليمب كل لور ليمب 18%، كاننا ضربت 9% في 2 كل لور ليمب كام؟ 18%. الانتيرو ترانك اللي هو التشست والابدومن 18%، الدوسيرو ترانك 18%، الهيد اند نيك 9%، واخر حاجه البرينيوم 1%. يبقى الرول اوف 9 ان احنا جبنا رقم 9 ده يا اما رقم 9 يا اما مضاعفاته. الابر ليمب بياخد 9%، الهيد اند نيك 9%، بعدين اللور ليمب 18 اللي هو مضاعفات التسعة، والانتيرو ترانك 18 والدوسيرو ترانك 18. طيب انا دلوقتي عاوز احسب سيرفيس. استاذن حضرتك بس في الحته بتاعت الرول اوف 9 دي هي والحاجه الثانيه، هتقال لنا ان في حاجه اسمها لوند اند براودر تشارت، تمام؟ هي دي لوند اند براودر تشارت دي هي الموست هيلبفول ولا الرول اوف 9 هي الموست هيلبفول؟ لا الاسهل الرول اوف 9، تمام؟ انما الاكيوريت التشايلد التشارت الثاني. التشارت ده بيبقى ملوش ارقام تتحفظ لان هو حاجه كومبليكيتد شويه، فبتبقى تشارت موجوده في الطوارئ، دكتور الطوارئ بيبص عليها ويبتدي يمانج. انما فرضا انت موجود في مكان نائي ومفيش فيه التشارت ده، ايه اسهل حاجه هتبتدي تستعملها؟ الرول اوف 9. الرول اوف 9، تمام؟ عشان كده بتبقى اللي لازم تبقى حافظها بقى الرول اوف 9. ليه؟ لان التشارت دي التشارت الثانيه لا يمكن تقدر تحفظها ولازم تبقى موجوده قدامك. ممكن بقى يبقى في انترنت اكسس بتاعك تجيبها، انما اللي ما ينفعش تنسيها هي الرول اوف 9، لان انت لو في مكان ومفيش اي حاجه يبقى لازم تبقى عارف كويس الايه الرول اوف 9، ماشي؟ طب هي دكتور في التشيلدرن علينا ولا لا احنا دايما بنجيبها للقضي ما بنجيبهاش للتشيلدرن، تمام؟ عشان بتاع التشيلدرن هيبقى صعب، احنا مش عاوزين نكلكع الدنيا، تمام؟ ماشي. يبقى الرول اوف 9 قلنا كل ابر ليمب 9%، اللور ليمب كل واحد فيهم 18%، التير ترانك 18 والستير ترانك 18. طيب لما اجي بقى احسب هنيجي دلوقتي للبارك، يبقى تاني نقطه
اول حاجه عرفنا الدبس، ثاني نقطه عرفنا ازاي بنحسب السيرفس اريا. الجزء اللي بعد كده ادي الرول اوف 9 اهو. طيب الميجور بيرن امتى نقول ان ده ميجور بيرن؟ لو كان ازيد من 30%. طب امتى نقول ان هو مودريت؟ لو كان من 15. هو هنا كاتبين 25%، هو الحقيقه ان هو المفروض من 15 ل 30%، بس ايه يعني اللي هنمشي عليه في الام سي كيو زي اللي موجود هنا في المذكره بالظبط. ماشي، الميجر بيرن هيبقى اكتر من 25%، مودريت من 15 ل 25، والماينور اقل من 15. بس ايه الشرط بقى في الماينور؟ ان ما يكونش فيه الهيدند نيك. ليه الهيدند نيك؟ لان دلوقتي انت لو في اريا فيها بيرن، والبيرن ده كان قريب من الماوس والنوز، هيحصل سموكينج، خش انهيليشنال، بالتالي ممكن يحصل اديمه في اللارينكس او اديمه في الابر بارت بتاع الاسبيراتوري تراكت، والعين ده يحصل له اسفيكسيا. عشان كده الماينور بين لو كان حوالين الماوس او النوستريل يبقى لازم يتحجز اندر اوبزرفيشن، عشان لو حصل له اي كومبليكيشن نقدر المانجمنت يبقى ايه؟ يبقى ايه الزون بتاع البين؟ زون اوف كواجيليشن وستيزس، واخر حاجه هيبريميا. لو تلاحظ هتلاقي تقريبا هي شبه بتاع الاكوت ابسس. في الجنرال كومبليكيشن بتاع البين، في لوكال كومبليكيشن هتلاقي تقريبا قريبه من حاجات بتاعه الوند برضه. انا بس اهم حاجه عاوز اوصل للباركن فولما في التريتمنت بتاع الفلويد. اي الباركن فورما خلاص في التريتمنت بتاع البن، بنستعمل الرينر لاكتيت او الصوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد ده اللي هو النورمال سلاين يعني. طب الفورمولا دي بتتحسب ازاي؟ بتحسب 4 ملي، تمام، 4 ملي لكل البرسنتج بتاع السيرفس اريا بتاع الاريا اللي افكتد في البادي ويل. معنى انا دلوقتي عندي واحد وزنه 100 كيلو وعنده السيرفيس اريا اللي هي افكتد 10% او 20%. طيب ايه كميه الفلويد اللي انا هديها؟ هتبقى قد ايه؟ هضرب 4 في 20% تساوي كام؟ حد معاه اقل حسبه؟ 4 في 20 80 في 100 يبقى 8000، يبقى دول 8 لتر، صح؟ واضح؟ 8 لتر. ال 8 لتر دول هقسمهم نصين، 4 لتر هديهم في اول 8 ساعات. طب وال 4 لتر التانيين هقسمهم نصين، تاني 8 ساعات هدي 2 لتر، واخر 8 ساعات هدي ايه؟ 2 لتر. هعيدها تاني، بنحسب ازاي كميه الفلويد اللي احنا هنديها؟ 4 في البادي ويت في التوتال بادي سيرفيس اريا افكتد بالبن. يعني مثلا لقينا ان السيرفيس اريا ده واخد مثلا المفروض مثلا واخد، بص الابر ليمب او واخد مثلا الرايت لور ليمب، الرايت لور ليمب ده 18%، ولقينا مثلا البرينام وحته كمان من اي مكان، فقلنا تقريبا 20%. 20% ده يبقى هنضرب 4 في الوزن اللي هو 100 في التوتال بودي سيرفيس اريا افكتد بالبن اللي هي 20%، يبقى 4 في 100 في 20، 4 في 20 ب 80، وبعدين في 100 يبقى 8000. يبقى كده انا عندي محتاج ادي 8 لتر في اول 24 ساعه. هنديهم ازاي؟ اول 8 ساعات هدي 4 لتر. طب و16 هدي الاربعه التانيين هقسمهم نصين، تاني 8 ساعات 2 لتر، واخر 8 ساعات هيبقى 2 لتر. فيها لابسه النقطه دي ولا واضحه؟ دكتور طب هو ال 8 ساعات ده من ساعه ما جه صح؟ مش من ساعه ما جه، اه من ساعة اول ما جه المستشفى، يعني من ساعه ما اتحرق ولا؟ هو عموما البرن من الحاجات اللي هي بتروح المستشفى سريعا. يعني مثلا فرضا واحد حصل له برن في البيت، هيروح اقرب مستشفى، هياخد وقت قد ايه؟ ربع، نص، اقصى حاجه مش عمره ما هيكمل ساعه يعني. تمام ماشي. طيب دكتور معلش، هو الفلويدز اللي بديها له في تاني يوم كميتها ثابته ولا ليها معادله برضو ولا ايه؟ لا لا تاني يوم لا. تمام شكرا. تمام. بص اول يوم انا بدي الديفيسيت اللي بيحصل، لان خلي بالك في اول يوم ده الاكيوت فيز رياكتن بيبقى فيه سيفير ايديما وسيفير ووتر وفي سيفير فلويد لوس، فلازم ادي كميه كبيره قوي. تمام. تاني من اليوم التاني بقى ببتدي حاجه، ادي حاجه اسمها مينتنس فلويد. يعني ايه مينتنس؟ ببتدي تاني يوم ببتدي احسب بقى اليورين اوت بوت،
وابتدي احسب insensible water loss، وابتدي احسب العيان بياخد فلويدز قد ايه، بحسب كل ده وبدي الفلويد اللي يعمل لي مينتيننس للعيان ده. واضح؟ تمام دكتور. هو الرينجر لاكتيت والصوديوم كلورايد ده المقصود بيه الكريستالويد صح؟ اه بالظبط كده. البرن بقى وند كير، في هتلاقي بقى فيها حاجات كتير قوي موجوده في الـ في الـ في الـ في البرن في الكير بتاع الوند يعني. سواء كان بقى كان كلوزد او اوبن دريسنج، يا ترى ايه نستعمل ايه، هتلاقي حاجات كتير. بس الاهم حاجه ان انت تبقى واخد بالك منها، ان انا لما اجي في الوند كير حاجه مهمه ان انا عندي حاجه اسمها ايرلي حاجه اسمها ليد، عندي حاجه اسمها ايرلي وحاجه اسمها ليد. الايرلي انا كل هدف ان انا امنع الانفكشن، يبقى الايرلي مانجمنت بتاع الوند بتاع البرن ان انا امنع الانفكشن واقلل حدوث اللي هو الفايبروزس والكونتراكشن بتاع السكن. طب الديليد مانجمنت هيبقى معني بايه؟ هيبقى معني بالكومبليكيشن اللي حصلت من بين، بمعنى البين ده وهو بيهيل عمل كونتراكشن، الكونتراكشن ده كان عند مفصل مش قادر اعمل فول اكستنشن مثلا للالبو، يبقى ده محتاج مانجمنت ولا لا؟ ان انا اعمل حاجه زيت بلاست او اعمل ريز انسجن. يبقى ده في الديليد مانجمنت انا همانجمنت الاساس اللي هو الكومبليكيشن اللي حصل من البير. بينما الايرلي ان انا امنع الكومبليكيشن على قد ما اقدر، امنع الانفكشن، امنع اقلل الفايبروزس، احسن الدريسنج. ده الاساس. خلي بالكم انتوا عارفين ايه الموست كومن كوز اوف ذس في العينين البير؟ اول يومين هايبوفوليميك شوك، على اليوم الخامس يعني في خلال اسبوع يعني على بعد اسبوع كده من البن الموست كومن كوز بيبقى السيبتك شوك، ان عنده بيحصل له انفكشن سيفير انفكشن وممكن يخش في سيبتك شوك. يبقى ايرلي خالص في الاول الهايبوفوليميك شوك، الليت اللي هو في خلال اسبوع ممكن يحصل له سيبتك شوك انفكشن. والنيوروجينيك شوك ما لهاش دور في الاول؟ النيوروجينيك شوك بتحصل ايميديت في وقت الحرق، في وقت الحريق. انا بتكلم ايه اللي هو في ايه، في اول 24 ساعه ل 48 ساعه في الاول خالص، ماشي، اللي هو بعد ما العين راح المستشفى وكده. النيوروجينيك شوك ده بيحصل بالسيفير بين اللي بيبقى في الاول خالص، اللي هو اول ما العين اتحررت الحرق، ده اللي بيبقى الماكسيمم بين، فده العين ممكن يخش في النيوروجينيك شوك. ده بيحصل امتى؟ ايميديت في الاول خالص. في حاجة بقى احنا يعني للأسف يعني بنتغاضى عنها او بنغمض عينينا عنها، السايتوكتروما اللي بتحصل للعيان. يعني انتوا متخيلين ان واحد مثلا في اقل من دقايق واحد كان كل جسمه تمام، وبعدين تخيل بقى لو بالذات لو كان مكان اكسبوز، يعني مثلا كان الايد او الوش مثلا تأثر ببين، تخيل انت في خلال دقايق واحد كان السكين بتاعه نورمال فجاه بقى فيه بيرن، بقى فيه تشقق. فالسايكل تروما ده عامل مهم جدا جدا جدا، لازم تتحط في الافكار وانت بتعمل مانجمنت لاي عيان بيرن. وياما ناس كتير قوي عدوا من بير بس ما عدوش بسايكل تروما، وكان علاجهم الاساسي بيكمل بعد كده علاج نفسي بسبب السايكل تروما اللي حصلتهم من التغير اللي حصل بالذات في حاجه زي الوش. فارجوكم يعني في التعامل مع اي عيان بيرن، حط في اعتبارك ان العين ده محتاج يعني سبورت جامد جدا عشان ما يخشش، ما تعملش انت اوجمنتيشن للسايكل تروما اللي عنده. ساعات بقى احنا المانجمنت بقى بتاع الوند دلوقتي السكين اللي حصل له هيلنج ده ما بيبقاش فيه هير فوليكل، ما بيبقاش فيه ايبيثيليوم، فبيهيل بفايبروزس. فانا ساعات ابتدي بقى اشيل السكين اللي عامل فايبروزس ده، ابتدي احط حاجه اسمها سكين جرافت. السكين جرافت ده بيبقى عندي فيه منها نوعين، حاجه اسمها فول سيكلس جرافت وحاجه اسمها سبليت سكين جرافت. ان انا اخد او بارشل سكين جرافت، البارشل ده ان انا باخد طبقه رقيقه جدا من الابيديرمس من نورمال سكين وابتدي احطه على الاريا اللي فيها فايبروز، بعد ما اشيل الجزء اللي فيه فايبروزس عشان اعالج اللوس بتاع الفانكشن بتاع السكين. طيب معلش يا دكتور، الجزء الفلاب مش موجود في الكتاب، يعني في حاجات مهمه مخصوصه؟
بص انت اهم فرق ان السكن جرافت ان انا بفصل السكن تماما وبعدين انقله في مكان تاني خلاص، ما باخدش معاه بلاد سبلاي تمام. يبقى الجرافت ان انا بفصل السكن تماما من غير بلاد سبلاي. امال البلاد سبلاي هيبقى اعتمادا على ايه؟ على المكان اللي انا هزرع فيه السكن، بينما الفلاب انا باخدها بالبلاد سبلاي بتاعها. تمام شكرا. طب باخدها ازاي بالبلاد سبلاي؟ ان انا افصل السكن بالسبكوتينيوس وبعدين يبقى فيه البلاست سبلاي بتاعي كونكتد زي ما هو، او عامل له روتيشن مثلا، انا مثلا خدت من مكان معين او عامل روتيشن عشان اغطي المكان اللي جنبه. واضح؟ يبقى في اكسس انا بلف حواليه او بتحرك حواليه، بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البلاست سبلاي اللي جاي من الاوريجينال سايت. بينما الجرافت انا بشيلها خالص وبروح ازرعها في مكان تاني وتعتمد بقى على البلاست سبلاي الجديد. بعد كده عندكم الحاجات بقى السيرجري بتاع الفيس والاورال كافيتي. بصوا يعني الحاجات دي بتبقى اكتر تبع جراحه التجميل، دكتور محمد حسني قالها لكم، انا بس عاوز اتخطى ده عشان اخش على جزء مهم جدا اللي هو الكانسر تانك. هو دكتور يعني في حاجات تبع امبريولوجي والاوريجنز وكده بتاع الكليفت باليت او الهارد باليت والسوفت باليت، الحاجات دي بتكون مهمه وكده ولا؟ والله بس انت عندك انت اللي انت تبقى عارفه ان انت الفيس لما بيجي يتكون عندنا في كذا بروسيس بتتكون، اللي هي الفرونتال والاثنين ماكزيلاري والمانديلر بروسيس، عشان يعملوا الفيس. الفكره بقى الفيوجن ما بينهم لما يبقى في ديفكت هو اللي بينتج عنده بقى الكليفت باليت او الكليفت ليب. يعني لما يكون في سكين بس وصب والميوكوس ممبرين او المصل بيعمل لنا كليفت ليب، ولو اكسندنج بقى لل